سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. في جرائم كتيرة قوي بنرتكبها في حق نفسنا بدون قصد، ووقتها اقرب الناس لينا ما بيصدقوناش. النهارده قضية ولا مش جريمة ولا واقعة ولا خيانة ولا قتل ولا أي حاجة، لكن القضية دي خاصة بالسيدات إخواتنا وأمهاتنا وكل الحبايب من البنات كبار أو صغيرين. يعني بنأكد لحضراتكم إن القضية دي الفيديو ده هيكون للنصيحة وإن إحنا نتعلم من أخطاء الغير. نجوى اللي عندها 42 سنة اللي شغالة في إحدى المستشفيات بمحافظة بني سويف، لكن نجوى دي من إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف بالظبط. التليفون بتاعها وقع واتكسر وراحت ودته لولد بيصلح موبايلات من محلات الصيانه، والولد فتح الموبايل واخد الصور منها وابتدت الحكايه. فلو حضرتك تشاهد معانا الفيديو للنهايه يا ريت ما تخرجش من الفيديو، لان دي نصيحه لكل اخت لكل زوجه لكل ام انها تاخد بالها من محلات الجوالات، لان في كتير من السيدات لو التليفون بتاعها عطل فبيفضلوا ان هم يكسروه او يحطوه تحت الميه او يدغدغوه بايد الهون علشان ما نوقعش في نتائج زي اللي هنحكيها مع حضراتكم. ففضل وليس امرا الاشتراك بالقناه، وده شرف كبير لينا. نجوى ست مطلقة عندها ولدين من إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، وهنا بدأت إنها تعتمد على نفسها. قاعدة مع أبوها وأمها، لكن ما قالتش إن أنا هعيش على أهلها، قالت أنا هطلع أشتغل علشان أصرف على جوز الأولاد. نجوى هنا طبعا التحقت بوظيفة عاملة في إحدى المستشفيات، يعني شغالة من اللي هي بتكنس وبتسيق وتنظف وتغسل والحاجات دي كلها. يمكن المرتب اللي نجوى بتقبضه بيبقى مصروف قبل ما تقبضه من راجل الاب. بدات نجوى هنا معاها تليفون صغير كده، يعني الله اعلم هي جابته ازاي ووفرت فلوسه ازاي، لكن وهي في وقت بقى ما بتكنس او بتسيق او بتنظف يعني السلالم بتاع ده شغلها، والشغل مش عيب. الموبايل وقع من جيبها على الارض، الشاشه بتاعته انكسرت. فطبعا نجوى ولا لها فيسبوك ولا لها القصص دي كلها ولا في باسورد على التليفون. فهي طبعا بعد ما خلصت شغلها في المستشفى وهي مروحه البيت، في ولد اسمه يحيى عنده 22 سنه حاصل على ثانويه وفاتح بقى بيجتهد كده وفاتح محل صغير، لكن الواد ده اخلاقه غير سويه. يا يحيى انت حبيبنا وقريبنا، طب احنا عاوزين الموبايل ده يتصلح. بدا يحيى ياخد الموبايل وقال لها انا مش هينفع ان انا اصلحه في نفس الوقت، هتسيبه لي يوم او يومين يا طنط او يا خالتي نجوى، لان نجوى عندها 42 سنه، ففي فرق 20 سنه ما بين الاثنين. فهي طبعا هنا مامنه وابن قريتها وعارفه ابوه وعارفه امه، فسابت الموبايل، والموبايل ما لهوش الباسورد لان الست طبعا يعني يا دوب تتصل وخلاص، والتليفونات جعلت في المقام الاول والاخير للاتصال مش للحاجات اللي احنا هنحكي على حضراتكم دلوقتي. هنا طبعا بدأت نجوى انها تسيب التليفون وهي بمأمن، لكن هنا يحيى كان التليفون كسر الشاشه بتاعته، يعني مش محتاج صيانه ولا اي حاجه، واول ما ركب الشاشه فلقى التليفون ما عليهوش باسورد، فبدا ان هو يصول ويجول ويدعبس في الموبايل لحد ما لقى صور لنجوى. لكن نجوى هنا بقى مصوره نفسها صور تشبه الصور العاريه، يعني بسؤالها بقى ده انا كنت مصوره للذكرى، الحاجات دي كلها ما ينفعش يا جماعه، لو للذكرى اطلعي استوديو صوري نفسك، او للذكرى صوري نفسك وانت محتشمه في الملابس، لان طبعا يعني التليفونات ما اتعملتش للذكرى يا جماعه، لان التليفون ده معرض انه يتسرق، معرض انه يعطل زي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها تاني، معرض انه يقع او يضيع، فبالتالي ما انتش ضامن مين اللي هيلاقي التليفون دوت والصور اللي فيه او الفيديوهات هتستخدم ازاي. فهنا طبعا بدات بقى يحيى بدا ان الصور معاه، وهنا طبعا نجوى جت تاني يوم خدت الموبايل وحاسبت عليه وهو سايب لها كل حاجه زي ما هي في الموبايل، وبدا ان ليه اتنين من الاصدقاء، واحد اسمه وليد وده سواق توك توك وعنده 39 سنه، وعماد اللي عنده 35 سنه وده عاطل، مصاحبين يحيى يروح بقى يجيبوا له زباين، بيصلحوا عنده، بياخدوا منه موبايلات يبيعوها، يعني رجلهم على طول فين؟ في المحل بتاع الموبايلات او الصيانه. فهنا طبعا يحيى يعني ولد عنده 22 سنه، ده انا معايا حته بلدي، انا معايا مش عارف ايه احسن من بتوع الافلام، ايه يا عم ما تورينا، طب ما اتفرجنا، بالفعل فرجهم وشافوا كل الصور، طب ادينا، قال لهم لا، طب يعني المهم قعدوا بقى باكتر من طريقه لحد ما قدروا بجد ان هم ياخدوا الصور من على تليفون يحيى، لان يحيى ما سابش الصور بس على تليفون نجوى، الست صلحت التليفون وخدته ومشت،
لكن هو نقل الصور، نقل الصور على تليفونه. بدأوا يعني يمكن على من خلال التحريات والتحات معاهم، قعدوا في حدود يوم كامل يحتيلوا على يحيى، لحد ما يحيى اقتنع برأيهم واداهم الصور. هنا علشان تبدأ مرحلة جديدة. الست طبعا يعني شقيانة وتعبانة من الصبح اللي في المستشفى، وتروح تأكل ولادها وتبان. هنا طبعا بدأ وليد هو اللي يراسل نجوى الأول. اتصل عليها في وقت متأخر، الو مدام نجوى، ايه الحلاوة دي، الجمال ده، البطرمان ده، مش عارف ايه، بقول لك ايه، نعم، افتح الواتس عنه. فتحت الواتس، لقت الصور بتاعتها مبعوتة من الرقم اللي هو بتاع وليد. مالهاش انا اسمي ايه؟ طيب يا ابن استر عليا، ده انت الحكايه، طب انت الروايه، طب طلباتك ايه؟ ده انا سبت، الناس هتقول، الناس هتعيد. قال لها لا لا لا، انا مش عايز فلوس ولا طلبات، ده انا عايزك يعني بشحمك ولحمك كده، انا عاوز الجثه على بعضها. يا ابني ما ينفعش، حرام عليك، انت ما عندكش اخوات بنات؟ قال لها انا ما باكلش بالكلام ده كله خالص، انا عايزك على بعضك، لان لو رفضتي الصور بتاعتك زي ما وصلتني هتوصل للدنيا كلها. هنا طبعا قفلت السكه في وشه، وبدات طول الليل ما قدرتش انها تنام لحد ما راحت شغلها تاني يوم، علشان تفاجئ بالمصيبه التانيه. ده كان وليد. هنبص، لقت عماد واقف مستنيها على مدخل المستشفى. ازيك يا نجوى؟ نجوى انت عارفني؟ ايوه انا من قريتك، انا امر يا استاذ خدمه، في حد ليك هنا محجوز او بتاع؟ قال لها لا، هو وليد كلمك. قالت له وليد مين؟ قال لها وليد كلمك، صاحبي اللي بعت لك الصور، بالصور دي معايا، ولابد ان احنا انت هتكوني يعني لابد ان احنا انت تكوني احنا لينا احنا الاثنين، وخلاص وهنقفل على الخبر مجهول، ومفيش حد تالتنا، انا وانت ووليد، يعني بعد ما تخلصي مع وليد تجيل. طبعا هنا داخلين في شق بقى الايه، الابتزاز اللي انتوا عارفينه. حلو الكلام. هنا بدات انها تنهره بالراحه كده، وخافت من الفضيحه وخافت من القلق ان حد يحضر. انت بتشتميه ليه؟ الولد يحكي له على كل حاجه. هنا رفضت نجوى في الاول وفي الاخر، رفضت، ما استجابتش لطلباتهم، وقاعده طول النهار وطول الليل اللي كلمها ما تردش عليه، بتفكر ده انا اتفضحت، طب ده صور مين؟ طب هي صور عاديه، ده ممكن يقولوا ان انا حد انا كنت معاه ومصور. واخدين بالكم؟ لان بطبع بدل ان هم يرنوا عليها في وقت ما التليفون كان مفتوح، وهي ما تقدرش انها ما تردش لانها خايفه من العواقب بتاعه الواقعه دي. بدات ترد عليهم وهم ما فيش حاجه في دماغهم غير ان هم عاوزين الجثه على بعضها، ولا فلوس ولا ذهب ولا القصه دي كلها، ولا ابتزاز مادي ولا اي حاجه. طب طلباتكم ايه؟ برضه ما فيش على لسانهم الا ان احنا عاوزين. طب يا ابني خدوا مرتبي، طب خد مش عارف، طب خد خاتم، طب خد غويشه، يا ابني استر عليا، انا قد اختك الكبيره، قد امك، ولا حياه لمن تنادي. هنا طبعا احتارت نجوى هتعمل ايه. طلعت على الجهات الامنيه وبلغت وحررت محضر في مركز شرطه بني سويف. هنا طبعا الراجل المحترم الضابط اللي اتقابل معاه وحرر المحضر قال لها استدرجيهم، وحاولي ان انت ما تفصليش معاهم، وتواصلي معاهم عشان نثبت التهمه عليهم. بالفعل بدات نجوى انها تستجيب، لكن متحفظه في الكلام. طب انا خايفه عليك، طب انت اشوفك الاول، شغل الاستدراج دوت. وطبعا الرسائل دي كلها مدونه وموجوده على برنامج الواتساب. طب ابعت لي صورتك، انت شكلك هتعجبني، يعني الكلام اللي انتوا عارفينه دوت. وبالفعل لحد ما تم الاتفاق على ميعاد ما بينها وما بين الشابين، كل واحد ورا الثاني، وتم القبض على وليد وعلى عماد وعلى يحيى كمان، لان يحيى هو اللي ارفق الصور ليهم، هو اللي بعت لهم الصور ليهم، وتم القبض عليهم. هنا طبعا يعني فضلوا ان هم يبرروا موقفهم وغلطه شيطان، واحنا هنبوس على رجلين الست وهنخليها تتنازل، لكن التنازل ده هناك في ارض الذره والكيمياء والحاجات دي كلها، ما قدروش ان هم اهليتهم يعني ما قدروش ان هم يثنوا يعتبر المجني عليها نجوى صاحبه 42 سنه عن رايها وعن بلاغها. وطبعا يعني تم التحفظ عليهم قبل النيابه العامه، وهيكونوا في اول جلسات الاسبوع الجاي، يعني يمكن زي ما احنا بنقول في القانون كده قضايا عاجله، علشان القضيه دي قضيه شرف. طبعا القضية كده خلاص لسه في المحكمة، ويتحولوا لجلسات عاجلة، وتم تهكير التليفونات، لكن عاوزين نعرف الدروس المستفادة يا سادة. لو وصلت معانا لحد الدقيقة دي، فالكلام اللي احنا هنقوله كلام نابع من قلوبنا، وكلام ان احنا نصائح لاخواتنا ومواعظ، وان احنا نتعلم من اخطاء الغير. نصيحة لكل ست، لكل بنت، حتى لو ست كبيرة في السن، في السن، في العمر، يا جماعة بلاش نصور نفسنا على التليفونات. مفيش حد يقول لي ده جوزي عاوز يشوفني، ده جوزي، ما جوزي يعني جوزك ده تايه عنك. حتى تصوري نفسك فيديوهات او تكلمي زوجك فيديو غلط، لان في برامج كتير قوي تجسس، ممكن حد يكون
مترصد لك، حد يكون تليفونك يقع، تليفونك يتسرق، تليفونك يعطل ويروح يتصلح عند، طبعا احنا ما بنشككش في الناس اللي هم اصحاب الصيانه، لكن يعني اللي كل قاعده شواذ، لكن يعني يمكن الوقايه خير من العلاج. فالنهارده نصيحه لكل حد بيشوف الفيديو دوت، بلاش صور ليكي، ولو عاوزه تصوري تصوري صور عاديه، وبلاش كمان صور عاديه لان بيتم اقتصاص الراس. احنا بنتكلم بالبلدي، ممكن يتموا قطع مثلا الراس بعد الشر عليكم يعني قصاب من الصور ويركبوه على اجسام ويبداوا يبتزوا. فالنهارده الذكرى لو في ذكريات في كاميرات تصوير، اطلع صور وحمض ومش عارف ايه، وربنا يبارك في اعماركم جميعا. يا جماعه الدنيا النهارده ما عادش فيها ايمان، فما فيش حد يدور على الامان، الامان انعدم. ده ولد عنده 22 سنه، وده راجل 39 سنه و35 سنه، وخلي دي اختك، خلي وقعت في الغلط دوت من غصب عنها، ليه ما تستترش انت عليها علشان تاخد الصور وتبتزها وتقول يا ليا فيه يا ماليش. فالنهارده نصيحه لكل حد، يا جماعه تليفونك عطل يا اما يعني تصلحت، بس صعب جدا يعني. انا بعرف بعض الناس لما بييجوا يصلحوا تليفوناتهم يقولوا للصنايعي او للمهني بتاع الصيانه صلح التليفون قدامي، صلح التليفون قدامي، عشان يشيل قطع ويحط قطع قدامها، لكن برضه لهم اساليب كتيره ومتعدده. فبالله عليكم يا جماعه ادي جريمه، جريمه يعني. تخيلوا بقى لو اهليه الست دي حصل مشاجرات بينها وما بين المتهمين الثلاثه، ولو كان، لان طبعا يعني صور نجوى كانت بدات تنتشر في القريه، لكن خلاص اربط اضرب المربوط يخاف السايب. كل واحد معاه صور، لما عرفوا القصه بتاعت ثلاث شباب قطعوا يعني حذفوا الصور والحاجات دي كلها. بس ممكن تليفونك يقع في منطقه بعيده ولا تعرفه، وهنا يمكن قدرت النجوى انها تكشف وجهها وتطلع على قسم الشرطه وتبلغ. في سيدات بتبتز، في سيدات، مش هنقول صور تتفرق ومش هنقول علاقات محرمه، هنقول في سيدات بتبتز بالاموال. يعني ممكن ست، يا فضحتي، ايوه يا فضحتي يا فضحتي، ايه لا خد خمسه، خد 10، خد 15، خد 1000، خد 2. فليه ان احنا نوقع نفسنا في حاجات زي دي؟ ومش شرط بقى واحده ما مثلا اي اخت مننا قاعده تشوف الفيديو تقول لا ده انا لو تليفوني عطل مش هصلحه. لا لا، يعني ممكن تليفونك يتسرق، ممكن تليفونك ابنك الصغير يمسكه يرميه من البلكونه وانت مش واخد بالك، مثلا بتطبخ عدس ولا سبانخ ولا اي حاجه، يرمي التليفون من البلكونه وانت مش واخد بالك منه على تعديه ولد او اتنين ياخدوه توك توك. فقصص كتيره جدا، فما تحاولش ان انت تقول ان انا مامن نفسي. لا يا جماعه، كل سيده وكل اخت وكل ام لينا بتشوف الفيديو دوت، ابعدوا عن الحاجات دي يا جماعه، ولا صور ليك ولا لاولادك ولا اي حاجه. وبعدين يعني صور ذكرى اللي احنا هندور عليها؟ في كاميرات وممكن صور تتصوري، صور محتشمه على الموبايل، بحيث ان اي حد يعني يوصل ليها يبقى مش هيستفاد منها. المصيبه الكبيره بقى، مش كل العقليات بتاعت الازواج والاهل ممكن يتقبلوا الموقف اللي حصل والحكايه اللي احنا حكيناها. ازاي؟ اصل ممكن الاب او الزوج انت ممكن تشرحي له وتحلفي له على قران ربنا سبحانه وتعالى وما يصدقش، يقول لك لا ده انت كنت عنده في البيت وهو صورك، وهو ولما انت رفضت او اتعوجتي او حصل خلاف او ابتزك في فلوس انت عملت الفيلم ده. فليه يا جماعه نرمي نفسنا في الشبهات؟ فكل حد، كل حد معاه تليفونه، التليفون اتعمل لي الاتصال، ان انا اطمن على حد، حد يكلمني انا اكلم حد، حتى لو في مراسلات او يكون برضو في نطاق المحدود. ابعدوا عن الصور يا جماعه، ودي نصيحه من اخوكم مجدي البلاوي. اتمنى لو حضرتك وصلت معانا لنهايه الفيديو يا ريت تشجعنا باللايك والاشتراك، واتمنى تكون الحلقه قدرنا ان احنا نقل لحضراتكم كل التفاصيل بتاعتنا. نورتونا بجد وشرفتونا، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وده شرف كبير جدا 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 لينا. دمتم بخير، والفيديو النهارده كل الف سنه وانتم طيبين، بعيد راس السنه.